رسائل مهمة لكل سيدة حامل أو مرضع للوقاية من كورونا. لو أنت حامل أو مرضع وعشان تحمي نفسك وجناك من كورونا، لازم تلتزمي بغسل يدينك بالموية والصابون ولمدة 40 ثانية قبل ما تهبش أنفك أو عينك أو خشمك وبعد العطاس والسعال وقبل الأكل وبعد استخدام الحمام، وابتعدي تماماً من الحالات المشتبه بها أو المؤكد الإصابة بكورونا. اتجنب الزحام والزم البيت. ممكن الحامل تتابع مع القابلة في الحلة، ولو بتتابع في المركز الصحي أو المستشفى أحرصي إنه تكون المسافة بينك والآخرين ما تقل عن متر. بعد الولادة يفضل تجنب زيارة الأهل والجيران للنفساء، ولازم تحرص على غسل اليدين بالموية والصابون ولمدة 40 ثانية قبل وبعد الرضاعة، وتهتم بنظافة كل الأسطح حواليك كويس. وما تنسوا في حال ظهور أعراض على الحامل أو المرضع وكنت قادمة أو مخالطة لشخص قادم من بلد ظهر فيه الوباء، تواصلي في الرضاعة عادي مع لبس الكمامة واتباع المحاذير، ولازم تبلغ فوراً للأرقام 90-90 أو 221 لولاية الخرطوم. وأكيد واعين حنسلم كلنا، أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.